أكثر من شهر مضى عن بدء العمليات العسكرية بمدينة الموصل، وقد تمكنت القوات العراقية من استعادة عدة بلدات. مراسلنا قام بزيارة إحداها، وهي بلدة تبعد عن الموصل 32 كيلومتر، وتعد أول البلدات التي استعادتها القوات العراقية، وهي معروفة بكنائسها الرائعة، بيد أنه للأسف الشديد لم تعد نفس البلدة اليوم، إذ دمرها تنظيم داعش بالكامل. الحمدانية هو اسم أول بلدة استعادتها القوات العراقية من تنظيم داعش، وكنيسة الطاهرة الكبرى هي أكبر كنائسها التي طالما عرفت بها هذه البلدة، ولكنها اليوم لم تعد سوى أطلالاً، ولن تستطيع عدسة كاميران للأسف الشديد أن تنقل لكم صورتها الأصلية التي عرفت بجمالها، فقد تكفلت عناصر تنظيم داعش بإضرام النيران بها وحرقها على الآخر. تمت استعادة بلدة الحمدانية قبل أي بلدة أخرى، وكان ذلك عندما قامت القوات العراقية بمحاصرتها والاشتباك مع عناصر تنظيم داعش، حتى تمكنت القوات أخيرا من تحريرها من التنظيم المتطرف، وأعلنت عن ذلك في 22 من شهر أكتوبر المنصرم، بيد أن مسؤولا قال إن استعادتها لا يعني عودة الأمن إليها 100%، وإنما التهديدات ما زالت موجودة في الحمدانية. تسلل العدو إليه، إعادة هذا الشوارع، التنظيف، إخلائها من العبوات اللي قد تكون موجودة في بعض المناطق. رغم عودة بعض الأهالي المحليين إلى بيوتهم لتفقدها، إلا أنهم لم يعودوا نهائيا، إذ أن عودتهم أمر صعب. وفقا لأقوال مسؤول بالدولة، إن البنى التحتية للبلدة وظروف الحياة الأساسية ذهبت مع دخول تنظيم داعش إليها، وأعمال إعادة الإعمار لن يتم الشروع فيها إلا أن تنتهي العمليات العسكرية بالكامل. عملية الإعمار والبناء ستبدأ بعد مرحلة التحرير الكامل، لأنه كما يعلم الجميع أن المناطق حينما تكون في حالة حرب، حتى المناطق المحررة تكون غير آمنة 100%، والإعمار يحتاج إلى أمان 100%.